في صباح اليوم التالي شهد الرئيس جمال عبد الناصر والامبراطور هايلا سيلاسي افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة التي سيدفن فيها رفات القديس مرقس. وقد استقبل قداسة البابا كيرلس الرئيس جمال عبد الناصر والامبراطور هايلا سيلاسي عند وصولهما الى الحفل الذي شهده السيد حسين الشافعي نائب الرئيس والسيد انور السادات رئيس مجلس الامه والوزراء وفود الكنائس العالميه ورجال السلك السياسي والاف المدعوين. وبدا الاحتفال الديني الكبير بكلمه قداسه البابا كيرلس القاها الانبا انطونيوس مطران سوهاج وسكرتير المجمع المقدس. فرحب بالرئيس جمال عبد الناصر الذي أرسى حجر أساس الكاتدرائية المرقسية الجديدة في 24 يوليو عام 1965 وأعلن تبرع الدولة بمبلغ 150 ألف جنيه مساهمة في بنائها. كما رحب بالإمبراطور هايلا سيلاسي إمبراطور إثيوبيا الذي حضر خصيصا للاشتراك في حفلات افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة. ثم تحدث بعد ذلك بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق ورؤساء وفود الكنائس العالمية التي وصلت خصيصا للاشتراك في الاحتفالات الدينية الكبيرة. وتوجه الرئيس جمال عبد الناصر والامبراطور هايلا سيلاسي يصحبهما قداسة البابا كيرلس ورؤساء وممثلو الكنائس العالمية. واليوم تبرز هذه الملامح الرائعة للوحدة المطرية، الوحدة بين المصريين جميعا مسلمين وأقباط، في هذه اللحظات التي يتوجه فيها الرئيس وضيفه الإمبراطور هايلا سيلاسي والبابا كيرلس بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا ومعهم الضيوف من ممثلي كنائس المطارف والقرادلة والمطارنة. والدكتور يوجين كارسون بليك سكرتير مجلس الكنائس العالمي ويصل الرئيس الان الى حيث الستار التذكارية إذانا لافتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة بأرض الأنبا رويس في العباسية. Oh.
مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. نفس البابا ونفس الرئيس ونفس الكنيسة، هو نفس الوضع، هو ده وضع الدولة المصرية منذ أن افتتح عبد الناصر الكاتدرائية حتى زارها عبد الفتاح السيسي بالأمس. خلينا أكون صريح وواضح معاكم، بحب أتكلم كده على المفتوح. أنا شخصيا كان عندي شك كبير إن الرئيس رايح، حتى لو تشوفوا اللقاء اللي عملته مع يعني أبونا توادرس، قلت له هيجي؟ قال لي أظن هيجي. كان في بيني وبين حد يعني حوار، فقال ده رأيه، يعني حد بقى يعني بهتم برأيه يعني. قال لي والله بص يا عمرو، يعني انا لو من الناس اللي بتشور على الرئيس ما يروحش لسببين. قلت له ايه السبب الاولاني؟ قال لي السبب الاولاني امني. الراجل ده رايح مكان كان فيه قنبله من 15 يوم، يعني ما فيهاش هزار، يعني يبعت مندوب يروح تاني يوم الصبح، انما في الليله دي في الوضع ده هو هدف متحرك. الرئيس بتاعنا من ضمن لو في مثلا 3 رؤساء في العالم مطلوب اغتيالهم، الرئيس بتاعنا منهم، مرصود يعني مطلوب اغتياله، فما فيش مناسبة احسن من كده داخل الكنيسة وبتاعه، وحنلقى ناس كتير يعني عندها القناعة نروح فجر نفسك في الرئيس وفي المسيحيين ليلة الميلاد. هو في ايه اجمل من كده؟ ده انت تلقى متطوعين واقفين بالملايين. فاول سبب امني، الناس بتوع الامن بتوعه لازم يقولوا لو سمحت ما تروحش، ده السبب الاول. السبب التاني سياسي. قلت له ايه بقى السبب السياسي؟ قال لي لا، رئيس لو راح وارد جدا ان المسيحيين اللي جوه عندهم غضب فيبتدوا يهتفوا ضده وبتاعه. بصراحة اتوغوشت، وانتوا عارفين دي بلد الوغوشة، ان انت تقعد تتوغوش يعني. امبارح كان عندي شغل بالليل، كان معايا الموبايل بتاعي، اول ما كنت على التليفون قالوا لي دخل، ابتديت ابص خايف اشوف ايه الحكاية، هل حد هيهتف ضده؟ ما هو الناس يعني اخوانا المسيحيين متضايقين، التفجير اللي حصل، الناس اللي ماتت، وارد جدا يقف مجموعة شباب يقولوا له الصليب يا سيسي، مش عارف ايه يا سيسي، وتتحول المسألة الى
أزمة سياسية شكلها بايخ قدام العالم كله. إنما طبعا الراجل بتاعنا زي ما أنتوا شايفين زي الفل، راح دخل عادي جدا، لا اهتم بقى بأمن ولا اهتم بالسياسة ولا اهتم بحاجة، ومشي وسط المشوار اللي مشيه كل الرؤساء في مصر قبل كده، كل الرؤساء في مصر، ما فيش هزار يعني. ولكن السيسي يحسب له أنه أكثر من جبر خواطر المسيحيين، معلش إذا كنت بستخدم التعبير ده، ولكن جبر الخواطر. خد بالك أما أنت تبقى في دولة وحس أن أنت حصل لك تهميش وحصل لك اضطهاد والآخره، دايما بتبقى حساس، فتشعر أن هذا الرئيس يعني عمل حاجات كتير ما عملهاش رئيس قبليه. وزي ما كنت بتكلم من كام يوم كنت بقول لحضراتكم أنه في التاريخ دائما يحسب للقادة والزعماء والشخصيات حتى في وقت الخلفاء وحكام المسلمين يحسب لهم تشييد الجوامع والكنائس والتسامح الديني في المكان اللي هم فيه، يعني أن يعيش الإنسان في هذا المجال. فعبد الفتاح السيسي امبارح راح دخل الكاتدرائية وسط طبعا زي ما حضراتكم شفتوا هجوم كبير، الا اذا لو كل الناس اللي واقفه دي امن مركزي، يعني طبعا وارد جدا حضراتكم حد على الفيسبوك يقول لك ايه ده دول مش مسيحيين، ده دول تم تلبسهم ان هم مسيحيين، كل دول امن مركزي. طب والستات؟ لا ما دول الستات اللي هيتجندوا بعد كده، فدول مش مسيحيات، دول كل ده تمثيل. طب والموبايلات؟ لا الموبايلات دي جبناها من مصنع. يعني وارد جدا نقعد نكذب كتير، انما حقيقه الامر انه كانت هناك حفاوه كبيره، يعني تنظر لها وتجد حب شديد جدا لناس من كم يوم على بعد امطار. حضراتكم احنا كنا هناك، اللي يعني اللي ما راحش كاتدرائيه اقول له يعني انزل بالسلم، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه وهو طالع السلم اكيد كان شايف البطرسيه، وما اعرفش اذا كان زارها ولا لا، وشاف الانجاز اللي عمله ابنائه من ابناء القوات المسلحه، ولكن قبليها بفتره. وهذا العدد الضخم في الكاتدرائية، خدوا بالكم من حاجة، ان كل المسيحيين دول عندهم احساس ان الرئيس جاي، عندهم احساس ان الرئيس جاي، يعني يكاد يكون عارفين، ولكن دائما طبعا لأسباب أمنية والآخر، ولكن في قناعة عالية. ولكن السنة دي كان صعب، السنة دي صعب، مسألة أمنية مسألة سياسية، ولكن قرر الرئيس ان هو يروح ويلقي الكلمة اللي ألقاها. ورأيي انه تجديد الخطاب الديني او نقد الخطاب الديني يوم كلام عبد الفتاح السيسي في الكنيسة هو كان فعلا، يعني سيبكوا من ان المسلمين والاقباط ومش عارف ايه واخوة، ده كلام مفروض نبقى منتهين منه، والمواطنة والاخر، ولكن رسائل الرئيس لتجديد الخطاب الديني، نعم انا اهني المسيحيين، خد بالك، وطبعا انتوا عارفين اخواننا السلفيين في الموضوع ده ما عندهمش هزار، يعني نعم انا اهني السلفيين، نعم انا ابني الكنايس. يا نهار اسود، انت مش بتهنيهم بس، انت بتبني لهم كنيسه يحط فيها الصليب. ايوه انا ابني الكنايس. يعني تجديد الخطاب الديني وتقليل وطئه التطرف بين الجهتين، الفعل والله انا ما ببالغ ولا بطبل، بس يعني حقيقي بجد انا بقول لحضراتكم الافعال في بعض الاحيان تكون اقوى كثيرا من الاقوال. يعني لو اي حد سلفي قاعد بيتفرج على عبد الفتاح السيسي اكيد رفع ايده بالدعاء كده ورزع عبد الفتاح السيسي دعوتين جامدين. يعني رزعوا دعوتين جامدين ربنا، يعني انما ربنا العدل وربنا الرحمه، وربنا عارف يعني ايه بني ادم، وربنا عارف يعني ايه دين، وربنا عارف يعني ايه سيدنا عيسى، وربنا عارف يعني ايه ستنا مريم. ده هو اللي علمنا، ده هو اللي علمنا روح الرب. ستنا مريم اشرف سيده في سوره باسمها في القران. يعني اقصد انه احنا بنتكلم في ايه، بنتكلم في إيه؟ فالعمل الرئيس في هذا اليوم انه ادى درس بقى في تجديد الخطاب الديني. هذا هو الموضوع، هذه هي الحكايه. أين بقى قيادات الأزهر؟ أين قيادات الأوقاف؟ أين الناس من كل ده؟ إن أنا باجي بقول لك إيه؟ لأنه حد ما يجي يقول لك إيه؟ على فكرة مسيحي، يقول له إيه ده؟ ده الرئيس بني كنيسة. ده الرئيس قال لهم كل سنة وأنتم طيبين. الرئيس وقف قال لهم كل سنة وأنتم طيبين. الرئيس جه للبابا توادرس وقال له ما ترجعش، أقف لصلاتك، صلي.
تعرفين العبارة الشهيرة اللي في فيلم صلاح الدين ايوبي لما احمد مظهر يا نهار اسود منيل؟ العبارة دي لغاية دلوقتي الواحد لما يسمعها جسمه بيقشعر. هل هنأتم اخوكم عيسى العوام اليوم بعيد الميلاد؟ سواء كانت في التاريخ ولا مضروبة، انما الجملة محطوطة في الفيلم عاملة ازاي؟ هل هنأتم اخوكم عيسى العوام بعيد الميلاد؟ اما شفت احمد مظهر راح لعمدي غز في طبعا الحادثه دي لم تحدث اطلاقا، صلاح الدين لم يعالج ريتش قلب الاسد، ولكن انه راح وكان بيحاربه ويقدر يقتله. صلاح الدين لم يكن مسلما دمويا انما كان مسلما حقيقيا. على فكره انا لا اقارن حد بحد عشان بس ما حدش دماغه، لا انا بقارن صلاح الدين بعبد الفتاح السيسي ولا بعبد الناصر ولا اي حاجه. انا بقول لحضراتكم رساله الاسلام، هي دي رسالة الإسلام، إنك بتدي مثل. هذا هو الشعب القبطي، وأنا آسف إنه ناس كتير زعلت لما أنا استخدمت التعبير ده في يعني في الحوار مع البابا، هو بيسموه كده. هم إخواننا قبط بيقولوا عايش، الشعب القبطي ده ما هو شعب زينا، عنده أسعار وعنده دولار وعنده أورو. ما دخل رئيس الجمهورية هذا الهتاف وهذه السعادة غير طبيعية يعني. الناس بتحس، أما كنت في الكنيسة من كام يوم متشكرين ان انت واقف معانا، متشكرين ان انت مش عارف ايه، متشكرين، وبعدين بعد كده تقابل مواطنين مسيحيين عندهم مشاكل نفس المشاكل اللي عند اي حد في مصر، انه الدواء مش عارف ايه، انا كنت معاه رافع قضيه، واحد عنده ارض عليها وضع يد، كل هذه الاشياء. فاللي انا بس بقوله انه حقيقي بجد عفوا الدنيا النهارده برد قوي في القاهره وهتبقى ابرد الايام الجايه. المهم يعني فاللي انت تشوفه حواليك واللي انت تشوف المشهد ده هي انا رايي انها مخاطره امنيه سياسيه. طبعا نسمع كلمه الرئيس برضو والناس اللي ما سمعتش الحكايه تسمع تاني وتفهم اليوم ده قال ايه، لانه قال رسائل هامه جدا. نسمع مع بعض. متشكر والله. طب اسمحوا لي، انا مش عايز اضيع عليكم الصلاه بتاعتكم، وبعدين عشان قداسة البابا ما يزعلش. ربنا يحميكم كلكم، ربنا يحميكم كلكم. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، واسمحوا لي ان انا اوجه لكم جميعا كل التحية والتقدير وكل عام وانتم بخير وعيد سعيد وسنة سعيدة علينا كلنا ان شاء الله، سنة سعيدة علينا كلنا. أنا متشكر والله، والمشاعر الجميلة ديت والله متبادلة زي ما أنتم كده، أنا والله بالنسبة لكم كده صحيح يعني. وإحنا بنحبكم، إحنا طب لازم تكونوا متأكدين من كده، لازم تكونوا متأكدين من كده. احنا واحد، احنا واحد، واحنا بنحبكم. فاسمحوا لي بس في البدايه ان انا اقول كان السنه اللي فاتت زي دلوقتي مفيش شكرا، والله مفيش شكرا ولا حاجه. طيب مفيش شكرا، مفيش شكر على واجب. طيب انا متشكر مرة تانية، بس انا عايز اقول ان زي دلوقتي السنة اللي فاتت احنا قلنا ان احنا اتأخرنا عليكم في ترميم الكنائس التي اديرت من 3 سنين. والحقيقة عايز اقول لكم ان قداسة البابا لم يتحدث معي مرة واحدة، ولم يطلب مرة واحدة، ولم يذكر مرة واحدة الموضوع ده ليا، وهو حق لي وحق ليكم. فكنت انا وعدتكم وقلت ارجو ان انتم تقبلوا ان احنا اتأخرنا عليكم في ده. احنا الحمد لله النهاردة وانا واقف قدامكم كل الكنائس التي اديرت الحمد لله تم ترميمها بشكل كويس.
طيب، وعشان أكون صادق تماما، في كنيسة في المنيا وكنيسة في العريش ناقصة اللوحات الزيتية بتاعتها دي، لسه ما خلصتش. خلال أسبوع 10 أيام هكون خلصت إن شاء الله. طيب أنا بقول كده ليه؟ لأن إحنا كمان لسه كان قداسة البابا بيقول لي إن السنة الجاية هيبقى مرور 50 سنة على إنشاء الكاتدرائية، وأنا برد عليه وبقول له السنة الجاية لو ما كانش ده يزعجكم، في العاصمة الجديدة لازم يكون فيه أكبر كنيسة ومسجد في مصر. خلي بالكم، أكبر كنيسة ومسجد في مصر وإعمار المساجد والكنائس بيوت الله. برحب طبعا بكل مستمعينا في نغم اف ام واللي بيسمعونا، وبقول لكل اخواننا المسيحيين مرة اخرى كل سنة وانتم طيبين. وزي ما بقول لحضراتكم اعمار المساجد والكنائس والاخر وكل هذه الاشياء، وانا عايز اقول بس ان الرئيس عمل تصرف له علاقة حقيقية بتجديد الخطاب الديني وباصلاح الخطاب الديني، والتشوه اللي موجود عند بعض الناس في العلاقة مع المسيحيين، يعني في تشوه حقيقي، ويجب ان احنا يعني نشهد بهذا بشكل قوي. ما زال في ناس في المجتمع المصري مسيحيين بالنسبه لهم كفار، مسيحيين بالنسبه لهم لا يتعاملوا معهم، لا يشتروا منهم ولا يبيعوا ولا يشتغلوا معاهم ولا وينكدوا عليهم في الشغل ويتحاشوهم، ودول قبط ودول مش عايزين نتعامل معاهم. ده موجود في مصر، انما الرئيس النهارده بيحط قاعده وبيحط شيء جيد جدا. هذه المبادرة أيضا لبناء الكنيسة وبناء المسجد هي مبادرة محترمة وشيء جميل، لأنه بيت الله هو من الأماكن اللي تقلل كتير التطرف، اللي تقلل كتير الانحراف، اللي تقلل كتير، بس هي تبقى بيوت علم. يعني هي جواها هيبقى إيه؟ يعني النهاردة مثلا في خبر، إحنا يا كده يا كده، وزارة الأوقاف عاملة حاجة انه مقدمة للرئاسة الخطب بتاعة الجوامع 5 سنين لقدام، 5 سنين. يعني الموضوعات اللي هنتكلم فيها رئيس ايه لمدة 5 سنين. معقولة كده يا جماعة؟ 5 سنين ده ما ينفعش 5 شهور. كل اسبوع في حاجة، يعني مثلا الدولة لو شغالة مثلا في موضوع تنظيم الاسرة فيكون خطاب الجامع شغال في الوقت ده، لو مثلا في ارهاب في الاسبوع ده نكون شغالين في الارهاب، لو في مثلا مناسبة وطنية، مناسبة قومية، حاجة مش عادلة. انما 5 سنين، يعني هو احنا يعني يا نعمل الخطبة على الهوى ونقعد نألفها ونقول فيها اي كلام؟ يا نعمل 5 سنين لقدام، هو في ايه؟ يعني مسألة برضو فيها يعني كتير قوي، يعني مثلا السنة دي مثلا، انما 5 سنين ده الدولة ديت ما فيهاش أي حاجة باينة لمدة 5 سنين. يعني أنا أشك إنه في أي مؤسسة في مصر تعرف كمان 5 سنين في إيه؟ سعر السكر إيه كمان 5 سنين؟ التعليم عامل إزاي كمان 5 سنين؟ بلاش 5 سنين يا عم، 5 أشهر، دي دولة غلبانة يعني. فأنت عارف الخطاب بتاعك أو الخطبة، خطبة الجمعة 5 سنين قدام. بيقول لك ايه بيكتبوهم يعني ازاي راح يطبعوهم ويخشوها عنده؟ الجمعه 14 نوفمبر 2019، يا فندم خد الخطاب بتاعك، الخطبه بتاعتك. الجمعه 22414. طب ممكن يبقوا 10 سنين كمان ليه يعني؟ يعني ارجو ان يكون الخبر غلط او انا فاهمه غلط، بس ده مكتوب على الف شين الف. وبعدين هو الرئيس ماله مال الخطبه؟ يعني انت، وهل هو متخيل ان الرئيس هيقعد يقرا الخمس الخطب بتوع 5 سنين يقول له لا 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 يا سياده الوزير، خطبه 18/9/2021 مش عجباني غيرها. طب لو جه رئيس تاني هنعمل له خطب جديده يعني؟ يعني المهم اللي اقصده، الخلاصه انه مهم جدا اللي هيتقال في بيوت الله دي، الكلام ايه؟ الوعاظ دول شكلهم ايه؟ مداركهم عامله ازاي؟ بيفكروا ازاي؟ بيقروا ايه؟ بيشوفوا ايه؟ بيسافروا فين؟
هقول لكم على حاجه هتستغربوا منها جدا. يعني انا مثلا ما اقدرش افهم ان في واعظ ما عندوش انترنت. انا اسف يعني معلش هتقولي ايه يعني ولماذا يحتاج الشيخ الانترنت؟ يعني صعبه يعني، يعني يجب ان الناس ديت يكون ليها مدارك مختلفه. مش هقول لك يكون سافر بره، انا اسف يعني حاشا وكلا، انما السفر ده والمدارك والعلم والالتقاء ورؤيه الاديان الاخرى والافكار الاخرى، طبعا ده كتير يعني في بلد زينا، بس بقول على الاقل يبقى عنده نت. يعني مثلا انا شخصيا شايف انه لازم جوامع بلاش، لان ليه يعني هخش في حاجات مغارز وهيجي يقول لي بقى احنا لاقين ناكل والتقشف والاصل انت بتاخد كام، هنخش في مواضيع غريبه. خلوهم زي ما هم كده واطبعوا ال 5000 او الخمس سنين خطبه ووزعوهم على الناس وكل حاجه تبقى جميله. بس اللي انا بقوله انه اللي عمله الرئيس ده يا ريت نلقى منه خطوات اخرى موجوده على الطريق. يعني مدير المدرسه، مدير المدرسه اما يخش في فصل في اي محافظه من المحافظات ويقول لهم يا اولاد احنا النهارده بنهني اخواننا المسيحيين، كم مدير عمل كده؟ كم مدير؟ مدير مدرسه، انا مش بتكلم بقى على الرئيس ولا رئيس الوزراء، كم مدير مدرسه؟ كم شيخ جامع راح للكنيسه اللي جنبه؟ مساء الخير يا ابونا، كل سنه وانت طيب، انا جاي بس اشوف محتاجين حاجه، انا شايف عندكم حيطه كده محتاجه، احنا عندنا واد مبيض محاره جميل كده ممكن ابعته لكم يظبط لكم حاجه. يقول له والله يا سيدنا الشيخ احنا سامعين مش عارف ايه كان الميكروفون عندكم بقى عايزين نصلي. هل حد بيعمل الكلام ده؟ احنا واحنا قاعدين في مع قداسه البابا في الانترفيو الاذان ادن، كان اذان الظهر والله العظيم كانه فيلم من افلام حسن امام، وانت قاعد جوه البطرسيه كده وصوت الاذان دخلك وطن. هو كم معلش انا اسف هتزعلوا مني بس انا اسف ما اقصدش حاجه ولا شيفونيه ولا نرجسيه. الشيفونيه دي ان انت تبقى متحيز يعني لجنس معين او حاجه او يعني فكره معينه. يعني انه كم بلد في العالم تبقى قاعد جوه الجامع كده او قاعد جوه الكنيسه وتسمع الاذان او قاعد جوه المسجد وتسمع الجرس؟ كم بلد في العالم حقيقي بجد والله؟ يعني ما اظنش هيكملوا 10 كنايس وال حقيقي ده يعني هي دي الحضاره والله. يعني بتيجي تقول لي ايه عرف الحضاره، هي دي ثقافتك. فكم مدير مدرسه راح عمل الكلام ده؟ ليه بقى؟ لانه طبعا مديرين مدارس كلهم دماغهم باظت، دول اقباط مسيحيين. يقول لك شفت عامل ما تلعبش معاه يالا، ما تلعبش معاه. كم اب جه في البتاع وقال له اصحابك المسيحيين في المدرسه راح يقول لكم صادق، مش يقول له ما تلعبش معاهم يالا المسيحيين ابعد عنهم. اوعى تقول لي ان مفيش الكلام ده، اوعى تقول لي، تبقى كذاب وتكتب عند الله كذابا. تلعبش مع الواد القبطي ده، مدرس ده ايه قبطي؟ لا ما يخش بيت، عندنا بنات مسلمين بس في ده. هي هو المجتمع، هو تتالي المجتمع، مدرس واب وشيخ واسيس، هو المجتمع. وفي في المسيحيين طبعا، كم مسيحي عنده احساس ان المسلم ده عايز يقتله وانه بيكرهه عمى وانه ان دي بلدنا واحنا وهم اغتصبوها من ايدينا؟ انا بسمع ده مسيحيين، بلدنا انتوا خدتوا مننا بلدنا، ناس لسه عايشه في 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 يعني في تواريخ قديمه، المواطنه القانون، في ناس لسه ما وصلتش المرحله دي، في مسيحيين لغايه دلوقتي كده. أنا يوم الكاتدرائية أنا شفت مسيحيين عينيهم مش سهلة، عينيهم مش سهلة. مجي قال لي خد يا أستاذ عمرو، حطيت لي الشازية في إيدي، قول لإخواننا المسلمين كل سنة وأنتم طيبين. الوضع ده اليوميه الواحد فهمه وتفهمه وحس بيه، بس أقصد إنه العلاقة بين الطائفتين في مصر محتاجة شغل، وهو الخطاب الديني كله محتاج شغل. يعني داعش على المجلة بتاعتها
من يومين. انا دايما مستغرب ان داعش ليها مجله وليها موقع وتقريبا ليها نادي الدواعش وداعش يا اولاد وكده وبتاع. حطت صوره لكنيسه في دالاس في امريكا، قلت لهم هي دي اللي هنولعها اللي جايه. شايفين العالم بعمل ازاي؟ عين عينك. قال لك دي اللي هنولع فيها كنيسه كبيره في دالاس، يعني بناء، ويقول له انا هولع دي. طبعا بقى انت كرجل امن دماغك فيها حاجتين، هيولع دي ولا واحده تانية. يعني هو بيقول لك على دالاس وهيعملها مثلا في نيويورك، ولا هيعملها في مثلا في ميامي، ولا هي دي فعلا، ولا هي دي فعلا. ما يحدث في العالم بيرجعنا لايام الحروب الصليبيه. والله اللي بيجرى اليومين دول كده، احنا راجعين يتقهقر العالم حضاريا ودينيا بشكل غبي. يعني ما يحدث، بقول لحضرتك صوره الكنيسه بيت من بيوت الله، بيروح هنولع لك فين؟ في وسط ده كله، بمناسبة بقى يعني الخطاب الديني والناس المتدينة وكده وبتاع، الإخوان المسلمين مطلعين بيان النهاردة. أنا طبعا بخلاف كل الناس اللي قرت البيان ده وراحت تكتب عنه، هو انهيار لجماعة الإخوان، جماعة الإخوان تتهاوى، اقرا جماعة الإخوان وهي لا 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 لا، ده أنا ده قردي وعارف لعبه، ولا بتتهاوى ولا اي حاجه. اوعى تصدق، انا ما بشتريش الكلام ده. في جمعه بيعملوا لك ايه؟ هو طبعا بيتكلموا بمناسبه 25، تعرفين في صدف، يعني انه البيان ده طالع النهارده وانه مش عارف مين عامل حوارات النهارده، كل ده صدف عشان 25 يناير. لما طبعا خلاص احنا زهقنا من التواريخ يعني. قال لك في وسط ليكن يناير بمثابه ميلاد اعلان وطني حقيقي صادق والمجتمع مش عارف ايه، خدوا بالكم بقى من العباره الجايه، وارجوكم برضه عشان تفهموا انه المساله ابتدت الحديه والنديه والتطرف كل ده خلاص، هي المعركه بقت كده، احنا وهم هم واحنا على طول بقت عامله كده. ان المكتب العام للاخوان المسلمين قرر ان يبدا بنفسه تحقيق هذه الوحده الماموله، ليعلن عن جمله تقييمات شامله اجراها مكتب الخارج استمرت لعده شهور، تناولت اداء جماعه الاخوان المسلمين خلال السنوات الست الماضيه، وسيقدمها خلال ايام بكل شفافيه للجميع، وتدعو الجميع ان يحذو حذوه لنصارح الشعب المصري الاصيل بما نراه جميعا في انفسنا من اخطاء وما قدمناه من اسهامات في مسيره الثوره، وليكن هذا الاعلان بمثابه ارضيه تعاون مشتركه نتفق فيها على المبادئ الجامعه التي لا يختلف عليها ابناء الوطن، ولنضع سويا ميثاق شرف الثوره المصريه. دي الشغلانه الجديده دلوقتي، اللي هو ايه يا جماعه؟ عفى الله عن مساله في الصيب القديم بتاع، تعالوا نبتدي. وزي ما انتم شايفين مفيش خطاب ديني خلاص، يعني مفيش ان الله في، يعني اظن انه البيان كله فيهوش ايه واحده، بيان ده فيهوش ايات، ولا حديث ولا مظلوميه ولا كلام عن الرئيس مرسي، عوده الرئيس مرسي. هي المجتمعات دلوقتي ماشية كده، احنا شغالين كده، كله شغال كده، كل واحد انا اخوان، انا مسلم، انا مسيحي، انا سني، انا شيعي، العالم كله بعمل كده. احنا عادين جوه طوايف خلاص. الدولة اللي تقدر تمسك نفسها يا جماعة وتلم نفسها وتقف بنيان واحد زي ما شفتوا كده، رئيس عبد الفتاح السيسي والذين معه كانوا اقلية في الكنيسة، أقلية. بس أنت وأنت لو نازل من المريخ وشايف عبد الفتاح السيسي هو داخل الكنيسة وسط الناس دي وما تعرفش دول مين، هتقول ده ديانته إيه وده ديانته إيه؟ هو ده اللي إحنا عايزينه، شعب واحد، أمة واحدة. هو ده، هي دي، هو ده الذوبان. لأن هو كل شوية عايز إيه؟ يقطع منك حتة وتفضل تقول لأ ده مش عارف إيه وده عامل إيه وده مسلم وده مسيحي وحاجات كده. من كام يوم صديقي العزيز الدكتور أيمن نور كانوا عاملين له، وأيمن نور من السياسيين ال يعني ال عندهم كده حكمة،
بيعرف يعني. جه السؤال قال له كان بيقول نفس الخطاب ده قبل يومين، سبحان الله الصدفة يعني. قال لك يا جماعة احنا لازم كلنا يعني ننسى بقى المشاكل ونتلم كلنا تحت عالم واحد، ما معرفش هو عالم ايه يعني، ولكن كلنا ننسى خلافاتنا وكلنا نبقى تحت عالم واحد. فالمذيع دايما سأله، ان مذيع الجزيرة دايما عنده سؤال مهم، او مذيع العربي او مذيع عندهم سؤال مهم، وهل تؤيد عودة الرئيس مرسي؟ فرد الدكتور ايمن نور قال ايه؟ قال انا بحب الراجل، قال كده، قال الراجل ده انا بحترمه، بس خلوا الموضوع ده على جنب بقى، اذا كان ده يعني هيفرق بيننا يولع، هو ما قالش طبعا يولع مرسي، انما يعني لسان حاله يولع مرسي، امال انا بعمل ايه يعني؟ خلاص انسوا بقى رئيس مرسي. فهو ده اللي انت شفته في الكنيسه، هو ده المطلوب، ان انت تعرف ازاي تبقى بنيان مرصوص. مش معنى بنيان مرصوص ان احنا هنبقى كلنا نفس لون الطوب ونفس نوع الاسمنت، لا، ممكن نتمايز، في ناس منا حديد، في ناس منا اسمنت، في ناس منا طوب، في ناس طرع حاجات، في ناس بتعارض حاجات، في ناس بتعارض الرئيس، في ناس بتشوف ان الرئيس بيعمل حاجات غلط، في ناس بتشوف ان الرئيس يعمل حاجات صح. مش معنى انه نبقى بنيان مرصوص ان احنا نبقى بنقول امين يعني، لا بالعكس، ده البنيان المرصوص ده محتاج اقتراحات. هتستخدم اي نوع اسمنت؟ هتستخدم اي نوع حديد؟ هتستخدم ما مش عارف ايه؟ هتعمل ايه؟ ما هو البنيان المرصوص ده ليه طريقه، بس هو ده المطلوب، لان زي ما انت شايف كده حاجه دمها خفيف جدا. من الحاجات اللي دمها خفيف وعايز اتوقف امامها، وعايز بس حضراتكم تديوني عقلكم 3 دقايق، نفس اليوم في نفس الساعه في نفس اللحظه اللي انا قاعد ماسك الايباد بشوف الرئيس، كان في خبر تاني شغال، الهجوم اللي حصل على المطار بتاع فلوريدا. حضراتكم قبليها باربع ايام انا قلت لكم، وامريكا كمان، لانه يعني مش ان انا عبقري، لا امريكا، لا كله يعني الفكره منتشره وليها فروع في كل مكان، فحتي له ناس تموت في كل حته. في ناس هنا عاملين موضوع عن ليه المطارات، ليه بيتم، انا بحب الناس تتم تعمل الشغل ده، لماذا يتم استهداف المطارات؟ يعني ليه المطارات بالتحديد؟ يعني ليه دايما المطار مطار؟ شفت في تركيا، شفت في بلجيكا، شفت في امريكا، المهم يعني. الباشمهندس اللي عمل العملية عشان بس ايه؟ ما حدش يجي يتكلم على موضوع غريب شوية. الراجل ده كان معاه المسدس والسلاح بتاعه على الطيارة. انهي طياره؟ هنا قاعدين مختلفين، قال لك كان في اير كندا، لا مش في اير كندا، اير كندا قالت لك اسمه مش عندنا، انما الباشمهندس نزل من طياره ومعاه المسدس والسلاح. معاه المسدس والذخيره. اوكي؟ فالباشمهندس في الايام السوداء اللي فيها ارهاب، طبعا هتقول لي معقوله ازاي ما تفتش؟ لا هرد عليك رد واضح، انه في امريكا وفي كندا مسموح ليك ان انت تطلع بالسلاح للطيارة، ولكن بيتم تسليمه باجراءات ورقية معينة لقيادة الطيارة ويسلموا لك في المطار. طبعا اخبى حاجة في الدنيا، الراجل راح نازل في المطار، لو سمحت السلاح بتاعي والرصاص. قالوا له ازاي يا فندم، هيك مش كان معاك السلاح بتاعك وانت طالع من اوتاوا او من كندا وشوية الرصاص؟ قال له ايوه. قال له ادي سلاحك وادي رصاصك. قال له متشكر جدا. راح داخل الحمام واخد السلاح مركب فيه رصاص ايه الغباء ده؟ ايه الغباء ده؟ تعالى بقى لو ده كان نازل على طيارة مصرية، يا خرابي على التريقة اللي كنا هناخدها يا اولاد، ويا خرابي على قرارات منع السفر اللي كانت هتيجي يا اولاد. انما على فكرة هو عندهم قانونا، يعني القانون الكندي اخف شوية او اصعب شوية من القانون الامريكي، انما مسموح للمواطن، مسموح للمواطن ان ياخذ سلاحه معه. فالراجل بعد ما وصل قال له حضرتك سلاحك فين؟ قال له لحقت بيه الناس. قال له ايوه. قال له اتفضل اهو. راح واخد داخل الحمام عمل الواجب جوه ركب السلاح. طيب اما راجل يبقى معاه مسدس ويقدر يقتل 5، ده نسبه تصويبه قد ايه؟ ومعور 10 15 كمان، ده نسبة تصويبه قد ايه؟ يعني ده مثلا اشترى مسدس في السوبر ماركت
يا عالم يا هو بلالي بقالي سنة قلت لكم خلاص احنا عايشين مع الارهاب عادي عادي جدا 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 بل اقل من العادي واعتبره زي الجبنة البراميل متوفرة في كل حتة وسيحدث في كل مكان في كل دولة عربية في كل دولة اوروبية في كل عاصمة امريكية وهو احساس بشع ان انت تبقى قاعد جوه مطار ومعاك عيالك ومراتك وبتاع وفجأة تلقى طا 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 زي الناس اللي كانوا موجودين في المطعم في تركيا تشوف الناس بيجرى لها ايه ومع ذلك لا الامريكان ولا الاوروبيين ولا العرب حد فيهم اشتغل على الفكر دي فكرة والله في سماء الراجل ده اسمه سانتياجو لا محمد ولا عبد الصمد ولا اسمه سانتياجو يعني في الغالب هسبانيك وطبعا انا بقول لحضراتكم الاول اهو الامريكان قليل قوي اما يجيبوا سيرة داعش يعني اما يقولوا ايزيس قليل قوي ما بيحبوش فكرة يعني اللي حصل ده كله والامريكان يعني يترددون كثيرا ان يذكروا ما حدث ما حدث بشكل واضح يعني تلقى مثلا في CNN ده احتمال افكاره بتاع بس الاقرار احنا عارفين احنا اول ما بتحصل العملية يعني ايه حضرتك بتفتح التلفزيون تاني بقولك ايه وده داعش اهلا بيكم رحبوا باخونا من داعش خلاص ايه الامريكان ياخدوا وقت طويل قوي عشان يعترفوا بحاجه زي دي زي الراجل بتاع سان برناندينو ده اللي قتل 19 بالمدفع بتاع بالبندقيه 19 هو ده العالم اللي انتوا هتعيشوا فيه ولذلك تيجي تبص لنفسك هنا وتسال طيب دي دول تترزع وتستحمل انت تترزع وتستحمل يعني دوله زي الدوله الامريكيه ديت دي ده مطار في ولاية يعني عندهم 90,000 مطار تاني وعندهم حاجة و50 ولاية الحياة زي الفل يعني ودي أمريكا تستحمل أي حاجة بريطانيا تستحمل أي حاجة بلجيكا تستحمل أي حاجة إنما أنت لازم دايما تبص حواليك أنا عشان كده دايما بحب حضراتكم المشاهدين بتوع البرنامج هنا شوفوا العالم حوالين أما عملوا الموضوع أنا برضو بيعجبني المواطن الأمريكي ده يعني قال لك انه ضرب المطار في برستيج ان اتنشن يعني في بيدي قيمه عاليه للعمليه ويعمل انتباه لانه في مطار على طول انت واحنا بقول لحضراتكم كان الرئيس كده وكان الخبر كده وكانت الدنيا ولعه بشكل سريع وطبعا بيعملوا زينا في الاول يقول لك ايه قتيل واحد بعدين يبقوا اثنين وبعدين ثلاثه واربعه وخمسه وزي ما في اسطنبول كل الدول بتتعامل بنفس الطريقه على فكره انا بس اللي عايز اقول لحضراتكم ان هو بيتكلموا انه كمان المطارات او الطيارات بقى صعب وغريب جدا ان هم حاطين الكلام ده على الموضوع ده لانه الراجل ده انا مش فاهم يعني ازاي ما يطلعوش قانون ده لو في مصر ما كناش سكتنا ما يطلعوش قانون ما ينفعش اصلاح يطلع الطيار ايوه مش معاه بيبقى مش معاه بيسلمه بس ما حدش نقل بسلاح يا جماعه انا عارف انه عندهم في الدستور بتاع بس انا بقناشد الشعب الامريكي وانا عارف في ضابط من السفاره بيتفرج علينا دايما بيكتب تقرير كده فانا بقناشد الشعب الامريكي زي ما هم بيدولنا نصايح يعني انا بديهم نصيحه انه لو سمحتم خلوا كل الناس تتملك سنه 94 كان الامريكان عندهم 127 مليون مسدس هاند جن مسدس سنة 2015 عندهم 154 مليون يعني زايدين من 127 مليون ل 154 مليون بالملايين في المسدسات طيب ماشي يعني ياخدوهم مثلا في مطاعم يقتلوا بعض هم احرار مش عارف بس في الطيارة او في المطار لا ارجو ان الحدث ده يخليهم يقرروا انه محدش هيتنقل من ولاية لولاية بسلاح يعني انت واخد سلاحك معاك ليه لولاية تانية يعني انا افهم ان انت في ولايه بتدافع عن نفسك في بيتك في بتاع يعني في امريكا بيبقى حق امتلاك السلاح ده حق دستوري طيب انت حاطه عندك في البيت بتنتقل بيه لولايه تانية ليه طبعا الدنيا اتقلبت
بس طبعا لا حد اتكلم عن تقصير، ولا حد قال نشيل وزير الداخلية، ولا حد قال نشيل وزير الطيران، ولا ان الطيران الكندي غير امن، ولا ان الطيران الامريكي غير امن، ولكن ما فيش غيرنا احنا، احنا الحيطة المائلة. انما يوم بعد يوم العالم بيبتدي يفهم، وانا بدعو دعوة كانت دايما موجودة في مصر ولكن بدعوها بجدية الان، يجب ان يكون بين العالم التحالف الجديد الان، ما يبقاش نيتو ولا يبقى وارسو ولا يبقى الاتحاد الاوروبي، تحالف دولي ضد الارهاب، اللي هو بصرف النظر عن علاقاتك مع بعض اهم حاجة ان احنا نقف مع بعض ضد الارهاب، لان دي مسألة ضد الانسانية. لو سكتنا على الموضوع ده يا جماعة الناس دي هتتمكن مننا، الارهاب سيحكم. اوعوا تفتكروا ان دي مسألة نكتة، لانه حاكم الارهاب اليوم لهم قرى ومدن وحكومات وكل شيء. النهاردة اخواننا في المملكة العربية السعودية كانوا ماسكين اتنين اتقبض عليهم، منهم واحد كان دارس في نيوزيلندا وقبضوا على واحد اللي هو بيدربهم على العمليات الانتحارية، في مدرب للعمليات الانتحارية في المملكة العربية السعودية اظن الصعيري او حاجة كده، المنطقة كلها كده، الحياة كلها كده. فترجع تبص لبلدك تاني وتسأل ماذا انا فاعل؟ مش دي مش دعوة لا للخنوع ولا للخوف ولا اي حاجة، هي دعوة بس ان انت تبقى شايف حواليك، شايف الدنيا ماشية ازاي. الدنيا صعبة جدا، الاجراءات الامنية يجب ان تكون جيدة جدا، يجب تطوير البوليس المصري، وان احنا ندي زبا. النهاردة الداخلية مطلع البيان بتاعها اكتر من 160 شهيد في 2016، الناس ديت هل عندها وقيات من الرصاص كفاية؟ هل عندها سلاح قد السلاح اللي هي، هل عندها كاشفة للقنابل والآخر زي كل الدول التانية؟ المسائل دي كلها يجب الاستثمار فيها، والمسائل دي يجب النظر إليه، ويجب تفعيل ديمقراطية أكتر، ويجب أن البلد دي الناس تتكلم فيها أكتر. بالعكس ناس كتير تقول لك إيه الكلام ما هيعمل ده، لما بيعملش دوشة، بيعملش دوشة خالص، خلي كل أي حد يتكلم، أي حد عايز يعمل حوار في أي مكان، أي حد عايز يقول أي حاجة، ما تسمعوا الناس كلها، اسمعوا الناس كلها، خلوا الناس كلها تتكلم، جايز حد عنده فكرة أنت ما بتعرفهاش. أهو سنتيجو قبض عليه عايش. لا حلل زي ما أنت عايز بقى، قول إن دي حلل، قول إن دي الكوفية، قول إن دي يعني زي ما تحب يعني. انما هسبانيك راجل قاعد في ولايه في امريكا في اخر الدنيا، وفي واحد كتب له حاجه وهو قاعد في دمشق او في الرقه او في الموصل، او الرقم اهو 152، غير المصابين المعوقين اللي راح منه ايد وراح منه رجل، كل ده ارهاب. الفلوس اللي يجي في الريش بقشيش، انها البني ادمين تتعوض ازاي اي حد عنده عيله عنده. ولذلك انا بس بقول للناس يا جماعه، من مشهد من اول الرئيس عبد الفتاح السيسي لغايه لما توصل لفلوريدا، مرورا بالاخوان المسلمين وصديقي العزيز الاستاذ ايمن نور، على فكره الناس كتير بتستغرب اما بقول صديقي بني ادمين، خدوا بالكم احنا كلنا بني ادمين، يعني زوبع ومحمد ناصر وبني ادمين، يعني احنا كلنا بني يعني، ممكن هم يكرهوني انا اكرههم، نبقى مختلفين وبتاع، بس انا عايز اوصل لمرحله اللي هي يعني خلاص هنعمل ايه يعني، ادي الله ادي حكمته، بتكرهوني ماشي، بتشتموني اوكي، ما يعني بوصل للمرحله دي عادي، بس انا بقول برضو انه الناس اللي قاعده في البلد هنا دي هي اللي بتعاني، الناس اللي قاعده في البلد دي مسلمين ومسيحيين، اغنياء وفقراء، هي اللي بتعاني، مش اللي قاعدين بره، مش اللي بيناضلوا بره. فبس حبيت ان الرحله دي حضراتكم تشوفوها النهارده، ويكون عندكم رؤيه للعالم حوالينا عامل ازاي. الموضوع مش هيخلص، وانا اسف، انا كان نفسي اقول لكم انه هيخلص والارهاب بيندحر، وناس كتير فاكره انه ضرب الرئه في سوريا او ضرب الموصل في العراق هيخلص الموضوع، الموضوع مش هيخلص. الفكره بتنتقل، كل الافكار تستوعبها افكار اخرى، كل الافكار تستوعبها افكار اخرى، مهما قتلت كميه من البشر ومهما سجنت كميه من البشر، الفكره لا تقتل والفكره لا تموت ولا تعتقل، الفكرة بتفضل مستمرة،
الفكرة بتموت امتى؟ اما فكرة اخرى بتستطيع انها تتغلب عليها، زي ما كان في فكرة ان الارض منبسطة وغير كروية. كان اللي يقول في اللحظة ديت ان الارض غير منبسطة كانوا بيقتلوه. ايه اللي غير الفكرة ديت؟ مش ان انت تقتل الرجل اللي قايلها، لا، انه تم اثبات ان الارض كروية تدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة. فبقت الفكرة بتاعت الارض منبسطة دي غير موجودة. فكرة اكلت فكرة او استحوذت على فكرة. الرأسمالية والشيوعية، كل الحواديت دي، الاهلي والزمالك، مش هقول لكم مين استحوذ على مين. نطلع فاصل عليها ونرجع تاني، ابقوا معنا. الأكوال الأمنية المستحدثة لشرطة النجدة، الكل ده عبارة عن سيارتين نجدة بيمروا مع بعض، بتمر بالشوارع الرئيسية داخل مدينة القاهرة، بتقف بترتكز لبعض الفترات في الميادين الهامة، بتغير أماكن الارتكاز من حين لآخر لعدم رصدها، تتلقى بلاغات المواطنين سواء عن طريق غرفة عمليات النجدة 122 أو لو في مواطن استغاث بسيارة النجدة أثناء سيرها في الشارع، بتوقف العربيات بتفحص شكواه، بنلبي رغبة المواطن، هو ده اللي احنا بنقول عليه منع الجريمة قبل وقوعها، او تقع الجريمة واحد من المواطنين يستغيث بالسيارة، بتوقف على طول هذا الكول الامني وبيتم فحص البلاغات. احنا دورنا بيتلخص اللي احنا بنراقب السيارات في خط سيرها وتنفيذ الخطة الموضوعة ليها والقيام باعمال واهم واجباتها المكلفه بيها والمنوطه بيها. احنا بنبدا خدمتنا في الفتره المسائيه، مرور كل امني في الشارع في خط السير اللي انا مكلف بيه. الغرض من كل الامني بس الطمانينه في نفوس الناس واحنا ماشيين، واحنا ماشيين في خط سيرنا اذا في اي مواطن استغاث بينا لاي سبب ما بنتوجه ليه، بنشوف سبب اغاثته ايه وبنتعامل معاه وبنحاول نحل له مشكلته ايا كانت هي ايه المشكله. احنا عايزين نوضح للمواطن ان احنا تحت امره واحنا في خدمته، وعايزين نوضحها من خلال الاعلام ان هذه العربيات التي انشات وكل هذا الكول الامني الجديد للنجده استحدث لخدمته فقط.